يا دكتور سلام، ما نعم، تزهقش من أمك واسمعني، الله يبارك لك معاك يا، خد راحتك، خد راحتك. يبارك لك ويبارك له في عمرك. آمين يا رب، اتفضلي. بص يا دكتور سلامة، من ألفين أنا أم محروقة في قلبها، لا حول ولا قوة إلا محروقة على ضناها. نعم. يا دكتور سلامة، من 2015 أنا عندي ابني سافر وخد ولاده الصغيرين، واحد عنده 4 سنين والتاني عنده 5، والمدام بتاعته ورسى على تركيا. سمعني يا دكتور؟ نعم، سمعت يا أمي، تفضلي. انت حاسس بقلبي يا دكتور، نعم، انت وبعدين؟ حاسس بي، انت حاسس بالنار اللي انا فيها. الله يبرد قلبك يا رب. يا رب يبارك له في عمرك وفي اولادك ويسترك في الدنيا وفي الاخره، وربنا يرضى عنا وعنكم. آمين يا رب. ابنك خد ولاده وسافر، بس يا دكتور سلام، وبعدين؟ ايوه يا دكتور، ايوه، خليك مع امك يا دكتور سلام. معاك اهو. خد بعضه وسافر. انا ما كنتش في الصين، انا كنت في سوهاج، يعني مش موجوده في اسكندريه. تمام. فبصيت 2015 شهر 6 يا دكتور، اي فجينا في رمضان، كان رمضان ساعتها. وبعدين جيت تليفون برين، ازيك يامه؟ قلت له حبيبي انت مش هتحضر الفطار انت واولادك؟ قال لي ده انا سافرت، انا مش هطول عليك يا دكتور سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي انا سافرت واخد عياله صغيرين، عبد الله 5 سنين والولد وسيف عنده 4 سنين، وابني ده انا ما معيش غير يا دكتور سلام. انت فينك يا ابني؟ قال لي يما ادعي لي انا سافرت. يما فينك فينك فينك؟ قال لي انا في تركيا. نفاجئ يا دكتور سلامة بعديها بسنة، يقولوا لي ايه، يكلمني من العراق. بيكلمك ايه؟ يا من دكتور العراق، سلام راح العراق. من العراق؟ يكلمني من العراق، من العراق، لا من حول حتة ولا اسمها قوة الموصل، إلا بالله العلي العظيم. من حتة اسمها الموصل يا دكتور سلامة. أيوة كده عرفت أنا بقى هو راح فين. انا ما وبعدين؟ معيش الا هو، ومعي 5 بنات بس، الا هو بس يا دكتور سلام. طيب وبعدين؟ وبعد كده فضل يكلم فيا لحد 2017 شهر 6. فيا ابني يا حبيبي، طب اولادك وين؟ كان يوم ثلاثة اليوم ده يا دكتور سلام. قال لي بكرة الأربع يا أمي هنجيب لك الأولاد تسمع صوتهم هم وأمهم. تمام. ومن ساعتها يا دكتور سلامة لا دلوقتي لا سمعت صوت ولا خبر ولا حد قال لي فينك، ولا مش لاقية ريحته أبدا أبدا. ولا حتى ابنك نفسه بيتواصل معاكي؟ أبدا، من 2017 شهر 6 يا كان الله. يوم ثلاث، وقال لي يوم الاربع بكره يامه هنجيب لك الاولاد تسمعي صوتهم. كان هو اللي ليا ربنا، كان هو اللي ليا. انا جاتني جلطه في عيني واتعميت يا دكتور سلام من كتر عياط عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يردهم لك. ولاده كانوا معاه اعمل هناك؟ ايه يا دكتور ولاده سلام؟ كانوا معاه في العراق ولا لأ؟ واولاده واخدهم مع، نعم ولاده كان معاه في العراق ولا كان سايبهم في نعم تركيا؟ معاه في العراق. أيوة. لا خدهم في العراق في حتة اسمها الموصل، وحتى الآن حتى كمان في مفيش حتة أي اسمها تواصل الموصل، معاهم خالص. ولا أي تواصل ولا أي جارة ولا أي تليفون ولا أي حاجة تقول لي ابنك عايش وتسمع صوتهم. لا حول أبدا أبدا ابدا يا شيخ سلام. انا جاتني جلطه في عيني يا شيخ سلام، انا ما بشوفش ومش قادره اقوم، لان هو اللي كان ليا يا شيخ سلام. لا حول ولا قوة اعمل ايه يا شيخ سلام؟ إلا بالله. وبعدين فيه يعني في خبر سمعته مره،
قال انه هو كان مدخل ابنه مدرسه اسمها ابو ذر الغفاري. اسمها ايه؟ ابو ذر الغفاري. ابو ذر الغفاري اه. ابو ذر الغفاري. كان مدخل ولاده فيهم. وبعد هناك كده بعد كده هناك ما في فيش اي. نعم؟ في الموصل؟ في الموصل. اه. ايوه. في الموصل ده. اعمل ايه؟ انا لفيت الدنيا هنا على الهلال الاحمر هنا في مصر ورحت مصر رحت القاهرة. ورحت القاهرة يا شيخ سلامة ورحت لفيت ما فيش اروح فين انا يا شيخ سلامة؟ عايز اطمن على ابني. حضرتك السفير او القنصل في الموصل في العراق يعني ممكن يتم التواصل مع القنصل المصري الموجود في يعني مدينة الموصل في العراق يعني ده. وهي قالت ان اولاده صحيح. موجودين في مدرسة ابو ذر الغفاري فاذا الامر ممكن يتعرفها يعني أيوه. ابنها موجود فين واذا كان ابنها يعني اختفى في مكان معين فزوجته أنا عايز أعرف عن أي حاجة بارك لك يا ابني يعني عن طريق القنصل المصري الله يبارك لك يا ابني عايز أعرف عنه حاجة يا ست أم وائل يعني ممكن التواصل يعني من خلال القنصل المصري الموجود في مدينة الموصل بالعراق يعني مخاطبة السفارة المصرية أو الخارجية المصرية نعم اللي سأل عليه اللي يسأل عليه يا ابني سمعنا أنت سامعك يا حاج اللي يسأل نعم. عليه هو يسأل عليه في العراق نعم يكون ميسور يكون متعور يكون ما مش عارفه اروح فين في ابني طب هل تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية؟ أولاده ومراته يا حاجة أم وائل نعم هل تواصلت مع الخارجية المصرية فضل. في القاهرة وبلغتيهم إن ابنك يعني فقدت الاتصال به من 5 سنوات هو وزوجته وأولاده وهو آخر مرة اتصل أنا رحت بنفسي القاهرة نعم. ورحت السفارة العراقية ورحت ما خلتش قالوا عايزين رقم الجواز نعم. بتاعه وأنا رقم الجواز بتاعه ما معيش طب ممكن اسمه بالكامل ويتم تبليغ القنصل المصري صحيح. الموجود في الموصل وتبليغ القنصل المصري إن أولاده كانوا في مدرسة اسمها أبا ذر الغفاري فيعني في معلومات ممكن ابو ذر غفاري فممكن بسهوله يتم التواصل ليه طب كان ابنك حضرتك مش عارفه معلومات طب زوجته طب اولاده يعني انا شايف الامر اولاده خير. صغيرين ده اولاده صغيرين خالص ما يعني طيب. صغير فيهم 4 سنين والتاني 5 ابشري يا حاجه من يعني 2015 الكلام ده نعم ابشري بس هو ممكن الامر يكون يعني فقد الاتصال بحضرتك انا ببشر بيكم انتوا انا بموت قدام التلفزيون لما اشوفكم عايزه اي حد يوصلني ليكم مش قادره يا ستي بموت انا ليا 2 3 سنين بتصل محدش ردد علي خالص استعيني بالله يا امي انا يا امي استعيني بالله يردك سالم يرد النصر معاك ويردك والنصر يفيدك استعيني بالله يرحم امك ويسامحها ويحطها في جنة رضوان امين يا رب اسال الله تعالى الذي برد قلب يعقوب بعودة يوسف ان يبرد قلبك ان شاء الله بعودة ابنك يا رب اللهم امين يا رب امين اسال يا رب. الله تعالى ان يرد أمين اليك ابنك سلام. وابنائه أمين وزبط يا رب. سالمين أمين يا وعافين أمين ويسعد يا رب. قلبك بيهم يا أمين رب العالمين استعيني بالله يا رب. انت خدت بالأسباب طيب. انت أخذت بالأسباب الدنيوية فلا ينقطع أملك أيوة. في الله سبحانه وتعالى أبدا دكتور سلام. إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعني يجمع شملك به ويرده لك إن شاء الله تعالى أو حتى تعرفي عنه أي حاجة أنا مقدر جدا جدا يعني حرقة قلبك كأم فقدت ابنها أسأل الله تعالى أن ربنا لا يحرم أبدا أي أم من أولادها ولا أي أب من أولاده وأسأل الله تبارك وتعالى وأرجو من إخواننا الكرام المشاهدين المتابعين أن يكثروا من الدعاء للأخت للحجة أم وائل فنسأل الله تعالى أن يرد إليها ابنها اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك يا الله أن ترحم قلب هذه الأم وأن ترد إليها ولدها اللهم رد إليها ولدها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ونوجه نداء من خلال هذا البرنامج
وده اللي نقدر نعمله في الحقيقة، أن يصل صوتنا لعله يصل إلى العراق أو إلى سوريا أو إلى أي مكان، لمن يستطيع أن يدلي بأي معلومة تبرد قلب هذه الأم المكلومة في ابنها ويساعدها في عودته أو عودة ولادها ولاده إليها. ياريت يعني إذا لم تستطيعوا حتى التواصل معها مباشرة فعلى الأقل تواصلوا مع البرنامج أو مع القناة، وإن شاء الله إحنا نكون يعني جسر للتواصل بينكم، أو لعل هذا الصوت يصل إلى الأخ وائل نفسه فيرد يعني على والدته يعني أو زوجته. فبالضبط كده، فياريت يعني يكونوا موجودين ويكونوا أحياء ويتواصلوا مع الحجة دي عشان يبردوا قلبها أو أي حد يوصلهم بمعلومة. أسأل الله تعالى أن يفرج كربك ويجمع شملك بابنك. اللهم أمين يا رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز.